طلعوا 9 ما هيك؟ مظبوط 9. خير يا سنان، شو اللي عم بتحاول تلاقي له حل وليش كل هالحسابات؟ لا تذكرني يا نصوح أفندي، من زمان وأنا عم دقق ببناء آيا صوفيا، كل هالصور والمخططات إلن علاقة فيه. لا ليلي ليل ولا نهار نهار، عن جد الله يرحم ترابون. إيسيدوروس وأنثيميوس شو طلعوا علماء كبار؟ قبل 1000 سنة يا سنان علماء كبار هن اللي عملوا أكبر كنيسة، واللي هلأ صارت أكبر جامع بالعالم. ما في غير الإسبان عملوا أكبر منها يا نصوح أفندي. طبعاً مو جامع، قصدي إنهم عملوا كنيسة. صحيح كنيسة سانتا ماريا، بس طولوا كتير لحتى قدروا يخلصوها. أنت بشو عم بتفكر يا سنان؟ لا تكون ناوي تعمل شيء يتفوق عليهم. هو للحقيقة عقلي عم يقلي هيك، بس والله شغلتها كتير صعبة، والله صعبة. أنت هلأ بلش بالشغلات الصغيرة وبعدين منشوف شو بيصير. تعرف شي عن موضوع التكية اللي عم تنبنى بسوق أورات؟ معقول ما أعرف؟ وبالعلامة يا نصوح أفندي أنا ساويت لهم الحسابات. لكن ليش ما سووا لهلأ؟ والله بصراحة هن ما إلهم ذنب بالمرة. بعدين إذا بدك الدغري، أنا حساباتي ما حدا بيقدر يفهمها غيري. أحياناً حتى أنا ما بفهمها. المشكلة إنه العواميد يلي لازم يكونوا محطوطين مو موجودين. طول بالك، أنت شو قاعد عم تشرح؟ من اليوم ورايح التكية أماني عندك، أنت اللي رح تعملها. لا تتسلى فيني نصوح أفندي، يعني مين أنا لحتى أعملها ومين ممكن يسلمني هيك مهمة؟ مولانا السلطان سليمان هو اللي سلمك إياها. سليمان تعالي ويام. حبيت خبرك عن المعلومات الجديدة بخصوص التكية تبعك. كنت رح أسألك عن هالموضوع سليمان. نحن دفعنا كتير، بس مع كل هالشي إلهم شهور ولسه ما عرفوا يحطوا حجر. أنا عزلت رئيس المعماريين وحطيت مكانه بهالمنصب معماري ناشئ شاطر وموهوب اسمه سنان. ايه انت اكيد بتعرف اكتر مني، بس برأيك ممكن واحد جديد يقدر على هيك مهمة؟ لا تاكلي هم يا ويام، وقت كنا بالحملة عمل جسر فوق نهر بروت وضلت الناس تحكي فيه شهور، رب العالمين عطيه موهبة كبيرة. كتير منيح. سليمان انا كتير متضايقة، يعني كمان هالمرة رح تسافر؟ ما بدي اياكي تزعلي يا ويام. محمد قال إنه أخوه مصطفى كمان رح يلحقكن لهونيك. خير إن شاء الله، شو القصة؟ بجوز سمو الأمير مصطفى يكون عمل شي غلط، بس بتصور إنه ما يكون ساوى هالشي بنية سيئة أبداً. لهيك ما في داعي تزعل حالك وتزعله، يعني قد ما كان بتم ابنك. بعدين لا تنسى الجيش بيحبه كتير لسمو الأمير مصطفى وبيحترمه، وما رح يقبلوا إنه يزعل أبداً. أنا اللي بقرر مين رح يزعل ومين ما رح يزعل يا هويام. مصطفى بيعرف كتير منيح إنه ما لازم يخليهم يعملوا هالسفن، ومع هالشي ساوى هيك. هو ارتكب خطأ، وما في شي اسمه نية سيئة أو نية صافية. سمو الأمير لساته شاب صغير يا مولاي، ومو سهل أبداً إنه واحد بعمره ياخد كل هالمكانة ويتحمل كل هالمديح. يمكن يكون وقع تحت تأثير هالشي. ما بيصير يتأثر يا هويام، أنا ولادي الأمراء ما بصير يقعوا تحت تأثير الغرور والتكبر لو شو ما صار. يا عيني يا عيني، طلع في عنا جوهرة بين يدينا ومالنا عرفانين هالشي. استغفر الله نصوح أفندي، ما تنسى أنه عم استفيد من كتبك، بفضلك تعلمت أشياء كتيرة. طيب امتى رح نروح على سوق أورات؟ لازم احكي مع رئيس المعماريين ونسق معه بالأول، بعدين العدة تبعي هون مثل مشايف، كيف رح ننقلها؟ انت شوف الحل المناسب يا سينان أغا، مو انت بتكون رئيس المعماريين؟ جلالة السلطان عم بيسأل كتير، ولهيك لازم نخلص عن قريب. عفوا نصوح أفندي، بعتذر على هالسؤال، انت قلت رئيس المعماريين ولا أنا سمعت غلط؟ لطفي باشا رشحك ووصفيك، والسلطان شافك مناسب لهالمنصب، وبموجب هالفرمان تم تعيينك بمنصب رئيس المعماريين. ألف مبروك إن شاء الله. ما
نصوح أفندي لازم بلش بالشغل فورا. الله بيعلم وين حطيت الحسابات يلي عملتهم. يلا خلينا نروح فورا. يلا يلا. ماما أنا وين رح تكون غرفتي؟ يا روح قلبي، أنا رح خليهم يجهزوا لك غرفة جنب غرفتي، وعثمان رح يكون بالغرفة اللي مقابلنا. عثمان، أنت روحي ونور عيوني، بتحب تشوف الغرفة تبعك؟ سلطانة، حضرتك محتاجة أي شيء؟ إذا كان ناقصك أي شيء يا ريت تقلي لي. لا شكرا، أنا لازم أكون بالمينا بكرة الصبح بكير يا سلطانة، لأنه رح أروح على بورصة مع سمو الأمير ومولاي السلطان سليمان، وبظن أنه نقعد هناك حوالي الأسبوع. وهي الروحة شو مناسبتها؟ مولاي السلطان حابب أنه نروح عصيد سلطانة، رح ينضمنا سمو الأمير مصطفى ببورصة ويشاركنا الصيد. إن شاء الله توصلوا بالسلامة. شكراً سلطانة، أنا خليتهم ياخدوا كل التدابير الضرورية مشان أمنكم، هاي فرصة مناسبة حتى تتعودي على القصر هون بغيابي. سلطانة، الأولاد رح يناموا جنبي الليلة. دستور سمو الأمير مصطفى حفظه الله. مولاي، وأخيرا إجيت. رح نطلع على الصيد فورا. يلا أهلا وسهلا يا أخي. ما بصير تخوف الفريسة اللي قدامك، لازم انك تراقبها من بعيد وتكون صبور. خليك مكانك، وهي يا ابني رح تقرب عليك شوي شوي. ما بصير انه يصدر منك اي صوت، انتبه حتى للنفس اللي عم تاخده، بجوز تحس الوقت كتير طويل، بس لازم تضل بهذا الوضع لحتى تجيك الفرصة، ووقتها لازم تسدد على فريستك بدقة كبيرة وتطلق سهمك بقوة على قلب الفريسة اللي قدامك تماماً. سمو الأمير، شو القصة خسرف باشا؟ ليش مولاي ما عم يتطلع بوشي؟ بظن ناطر حضرتك تعتذر من جلالته يا أمير، مولاي معصب كتير منك. الطريقة اللي استدعى فيها للأمير مخوفتني كتير، واثقة أنه هيام رح تستغل هالفرصة. الله بيعلم هلأ شو بتكون هالحية معبية راس مولاي ومحرضته على ابني. حذرته كتير بس ما سمع مني،
هي كلها مجرد أفكار سودة يا سلطانة. سمو الأمير رح يرجع لهون بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله يا جنان، إن شاء الله كون معه وساعده يا ربي. أي محمد مظبوط، بده يكون نظرك حاد وساقي. بدك تحمي مصطفى ما هيك؟ مولاي هي وظيفتي. اللي أنت عم تحمي مين من مين يا إبراهيم؟ مولاي ليش وقفنا يا مولاي؟ بيوم من الأيام اجينا أنا والمرحوم أبي السلطان سليم على هي المنطقة، وبتذكر إنه هون بالضبط نصبنا خيمة. الله يرحم السلطان سليم. آمين. سمعت كان يحب الصيد كتير. مزبوط، بس وقت اجينا لهون ما كان هدفنا الصيد، نحن اجينا لهون مشان سبب تاني. حكينا عن المرحوم عمي ولي العهد الأمير كوركوت الله يرحمه. راح أحكي لكم قصة عن عمي كوركوت. وقتها كان جدنا الأكبر السلطان محمد شاب. أبوه السلطان بيزيد موكله بغيابه بإدارة السلطنة لحتى يرجع بالسلامة. بهذا الوقت انجرف بمطامعه، وما اكتفى بحكم منيسة، كان يحلم بأشياء أكتر بكتير، وكان طمعان بحكم بيرغما بحجة إنه هو مانيسا ما عم تناسب مزاجه، وطلب ينقله على ولاية تانية. قام أبو السلطان بيزيد عقبه على تصرفه مشان يعلمه درس ما ينسى، وبعدين سحب منه ولاية مانيسا وعطاه ولاية بمنطقة كتير صغيرة. بس عمي المرحوم كوركوت كان الطمع عميله عيونه، ما اقتنع بالولاية الجديدة واستمر بطمعه، طلب يرجع على ولاية مانيسا. وعمي بقي على هاي الحالة، وطمعه صار يزيد يوم بعد يوم لدرجة إنه ما بقى يحسب حساب لحدا. سلطان بيزيد قرر إنه يبعت علاء الدين باشا ليقدم النصح لعمي مشان يرجع لصوابه. بس عمي قال لعلاء الدين إنه مو زعلان أبدا وراح يتفرغ للعلم، وقرر إنه يحج على مكة. وقبل ما يروح عمي كركت على الحج تراجع عن الوعد اللي قطعه لعلاء الدين. راح على الحج ولا لا؟ إيه راح. كانت هاي الحادثة أول مرة بتصير بتاريخ دولتنا. بس بعد ما راح عمي وأدى فريضة الحج رجع له عقله بعد عدة شهور والتزم بالقواعد والأصول. المرحوم عمي كوركوت كان بيشبه كتير يا مصطفى، كان بيحب البحر كتير، كان عنده هوس بإنقاذ المسلمين يلي انأسروا بالبحر، ودائما يعطي أوامر بإنشاء السفن، وكان يحب يساعد الجيش، وهنن كانوا يحبوه لدرجة كتير كبيرة ويحترموه كمان. أبي المرحوم السلطان سليم كان فهمان كل الأفكار اللي عم تدور برأس عمي. مع العلم كان دائما يقنعه لأبي إنه مانو طمعان بشي، بس أبي شك فيه وطلع شكه بمحله للأسف. يعني أعلن العصيان؟ لا، بس اسمعوا شو صار بكوركوت. اجت رسالة على الديوان باسم الوزراء انكتب فيها بشكل صريح دعوة لإقامة سلطنة جديدة، وبناء على هالرسالة تم إرسال عساكر، وبعدها الشين مسك عمي، وهو على الطريق طلعوا له هدول العساكر وخنقوه مع الأسف. هاي الحادثة كانت عبرة للكل بوقتها، يعني المفروض على كل أمير ذكي يكون لماح كتير ويستخرج عبرة من هاي الحادثة الأليمة. تعال يا محمد، انت هلأ رح تورجيني مهارتك بالصيد.
أنت منيح سمو الأمير. مولاي السلطان مفكر إني خنته يا تشالي جالي. كيف ممكن يفكر بهيك شيء؟ سموك لازم تحكي مع جلالته، يعني لازم تشرح له كل الحقيقة. ما بظن أني رح أقدر غير له رأيه. سمو الأمير، نقطة سودة وحدة ما بتسود كل الصفحة البيضة. جلالة السلطان رح يعرف أنه حضرتك بريء. مولاي بدي روح شوف خسروف باشا. خليك هون، بين الأخوة ما بيصير يكون في أسرار يا مصطفى، ما هيك؟ أكيد مولاي. مولاي أنا بعرف إنه الشيء اللي عملته كان غلط، ما كان صحيح أني روح أتصرف بهي الطريقة بدون علم جلالتك. زعلت حضرتكم، فمشان هيك أنا بدي أعتذر من جلالتك. أرجوك سامحني. لهالدرجة الاعتذار صعب يا مصطفى؟ اللي قدامك بيكون سلطان السلاطين. حاشاك يا مولاي، أنا زعلان لأنه اللي صار ما كان في داعي أنه يصير. وبعدين أنا ابن جلالتك وما عندي أي هدف إلا أني زيد إمبراطورية جلالتك قوة، وهذا من حقي. جلالتك كنت مسافر وأنا كنت بدي أحمي أراضينا بصفتي حاكم الأناضول. بالحقيقة أنا شرحت لجلالتك الوضع بس رسالتي ما وصلت لإيدك. جوابي ما وصلك، ومع هيك رح تتصرفت من دون موافقتي. أنا كنت متأكد أنه جلالتك رح توجه أوامرك إلي بإني ساوي اللازم، فمشان هيك تصرفت بسرعة حتى ما ضيع وقت. هذا الشيء ما بيكون اسمه غلط وبس يا مصطفى. انت بكل بساطة حطيت حالك مكان السلطان واخدت قرار باسمي انا. حاشاك مولاي. للأسف ما كفاك هالشيء، رحت على البحر وطلعت على سفينة هداك القرصان. كيف راح تبرر هذا التصرف؟ اللي شو هدفك يا مصطفى؟ شو نسيان انك انت ولي عهد السلطان سليمان؟ كان ممكن يصير معك أي شيء، لا سمح الله كان ممكن أنت اللي تموت هنيك مو القرصان، أو كان ممكن يخطفوك أو ياخدوك أسير على بلادهم. وقت حضرتك رح تصير بين إيدين أعدائي ويبتزوني. الحق معكم مولاي، كان لازم فكر بكل هدول الشغلات، بس أنا غرورك وثقتك بنفسك الزايدة هي اللي وصلتك لهون يا مصطفى. فعلا خسارة، يا خسارة. بعجرفك يا مصطفى خلك واحد أرعن، والغرور عمالك عيونك. حتى اعتذارك مانو مقنع. لا تنسى التكبر والغرور هني أسلحة الشيطان، وإذا ما بتقدر تتحكم فيهن هني رح يحكموك. ما في أخبار من سمو الأمير؟ إن شاء الله خسروف باشا يدله على الصواب وما يبخل عليه بالنصائح. خسروف باشا ما رح يتركه أبدا، يعني أنت ما في داعي ينشغل بالك عليه. أنا رايحة أحكي مع اسمهان، ما أجت أكلت معنا. خير إن شاء الله، هي مريضة شي؟ لا ما بظن، بس متضايقة بتعرف هي ومريم ما عم يلتقوا أبدا.
محمد والشكر لك يا رب. عفوا لطفي باشا. اوعك تربي يا خانو، انا من زمان كتير منتبه على نظراتك. انتبه كتير منيح لتصرفاتك، فهمتي؟ من الي. استغفر الله. وقت اجيت لهون بصراحة ما توقعت اني التقى فيك. قلنا نصيب نرجع نلتقى انا وانت مرة تانية. نصيب شو يا سيلفيا؟ انا مدين للسنيور توماسو يلي خلاني ارجع شوفك مرة تانية. عمي لو يعرف انه انا بعرفك تأكد انه كان جابني من زمان. قلو كم يوم عم يسر علي مشان اقنعك، هو حابب يشوف سلطان سليمان. وانا وعدته اني هاول اقنعك بالي بيك، بس ما بعرف شو هي الطريقة. اوعك تسافري، انسي البندقية سيلفيا. بوجودك هون يمكن تلاقي طريقة وتقدري تقنعيني فيها. وأنا بسمع منك. تفضل. سلطانة، هالمكتوب إجا لحضرتك. هاتي لشوف. إلى النور الساطع في سماء هذه الأرض، إلى رمز الأنوثة في هذا العالم وعنوان الجمال، سلطانتي الغالية، إنني عاجز عن التنفس وأنا هنا في ديار بكر وأنت بعيدة عن ناظري، فأنا أفتقدك كثيرا وأفتقد أيضا زرقة عينيك. وحده رب العالمين يدري بحالي. كل يوم أراك في أحلامي وأستنشق قطرك، فتأخذني أحلامي بعيدا إلى حيث وجهك الجميل. من زمان عندي فضول شوف قصر العرش واتعرف على السلطانة هيام، لأني سمعت كلام كتير عنها. لا تصدقي كل شي بتسمعي سنيورة. سمعت إنه عيون السلطان ما بيشوف حدا تاني غيرها من زمان كتير كمان. مزبوط هاد الشي مو هيك؟ لو سمحت إلي. ايه مزبوط. بيقولوا إنه السلطانة هيام ساحرته. لو بقدر أعمل مثلها كنت ساحرتك مشان ما يحب غيري. إذا هدفك إنه تسحريني، أنا مسحور بعيونك، كمان مسحور بالشعر الخشري وبجمال وشك. شوفي، خليكي هون. مين انت؟ انا كنت مارر بالصدفة. قول مين بعدك احسن ما اقول لك. لا بترجاك، والله انا عبد مأمور، انا مالي ذنب. اللي مين يلي امرك؟ مين هو؟ حضرة السلطانة مريم طلبت مني اعرف كل خطوة بتخطيها. شو هو موضوع؟ مين بيكون هاد؟ ما في شي مهم، لا تشغلي بالك. تفضلي سنيورة. ما شاء الله عليك يا مولاي السلطان، جلالتك صياد ماهر ونظرك حاد وعيونك بصيبوا هدفهم. انت يا مولاي شخص ما بيتكرر. الله يرحمه أبي السلطان سليم كان صياد ماهر وعمل كل جهده مشان يعلمني الصيد. الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة. آمين. هذا الخاتم هدية من المرحوم أبي السلطان سليم. وقت كنا برحلة صيد بمنيسة عطاني إياه.
اجا دوري هلا مشان اهدي لواحد من اولادي. الخاتم صار لك يا محمد، ان شاء الله يجي يوم وتصير اب وتهدي لواحد من اولادك. بشرفني يكون الي يا مولاي، غمرتني بلطفك. مولاي أنا قرب سفري وصار لازم روح بعد إذن جلالتك. توصل بالسلامة يا مصطفى، بسلم لي كثير على ناهي الدوران. أخي محمد توصل بالسلامة يا أخي. باشا استنى سمو الأمير. يا ريت تبقى معنا أكتر، مشتاق لك كتير. من وقت ما أجيت ما قعدنا مع بعضنا. لازم روح محمد، في وراي شغل. مو من زمان كتير دريت بالموضوع، زعلت كتير مصطفى، وحكيت مع مولاي مشانك وقلت له هالتصرف أكيد مو بقصدك. قلت له أنت بتحبه كتير وما بتعمل أي شي بيأذيه. موقفك هذا أنا ما رح أنساه بكل حياتي، بس مستحيل اقدر اتحمل نظرة الشفقة اللي بعيونكم. القصة يا اخي انه مولاي السلطان بجوز انكسر خاطره. خلص محمد بكفي، بين الاب وابنه ما في كسر خواطر ابدا. الشيء اللي صار بيناتنا بينتسى مع الوقت، وتأكد انه كل الامور رح ترجع مثل ما كانت واحسن، والزمن كفيل بهالشيء. وطالما هيك ليش مزعوج ومتضايق؟ نظرة عيونك فيها حزن كتير وألم. محمد أنا صار لازم أمشي. استنى أخي، إذا عملت شي زعلك بترجاك تسامحني، أكيد من غير قصدي. أنا مو زعلان منك بنوب محمد، أنا أخذت قرار غلط ولازم تتعلم من هالدرس أخي. بس تستلم سنجق لازم تعرف كيف تاخد قرارك. لو شو ما صار بتضلك أخي وبشوف حالي فيك. قتلك للقرصان اللي اسمه دقامة جرأة كتير كبيرة. أنا لو مكانك بعمل نفس الشيء. ما عندي شك أبداً يا أخي، وكنت بتطلع على السفينة وبتقتله للقرصان بإيدك كمان، ووقتها رح تنال إعجاب وتقدير الكل، خصوصي إعجاب مولاي. احكي لشوف مأمون أغلو وينه وشو عم بيساوي هلأ؟ سلطانة أنا عم راقبه مثل ما أمرته. اليوم كان بحديقة بيشكتاش وكان معه خانم غريبة يا سلطانة. مين هي الخانم؟ مين بتكون بصراحة ما بعرف، بس صرت شايفهم مع بعضهم أكتر من مرة. اعذريني على الشي اللي رح أقوله، بس كانوا بوضع حميمي سلطانة. متأكد من اللي شفته يا آغا؟ خليك على طول عم تراقبه، وبدي معلومات عن الخانو. اسمحي لي بس هالمهمة ما فيني تابعها، لأنه بالي بيك كشفني سلطانة. لتكون حكيت له مين اللي بعتك مشان تراقبه. سلطانة سامحيني، البيك كان ناوي يقتلني. واحد غبي، روح انقلع من وشي. استنى، روح افهم لي هالخانو مين بتكون، بس هاي المرة انتبه لأنه إذا بتغلط أنا رح طالع روحك. تحت أمرك سلطانة. احكي بسرعة يا خانم، شو عم بيصير؟ ما عم بستعجل مثل ما أمرتوني يا سلطانة، بس عيوني على طول عم بدلوا على الباشا. بس كمان لا تضيعي وقت، الشغلة لازم تخلص قبل ما تنتبه السلطانة شهرزاد. كوني مطمنة سلطانة، هاليومين رح يكون عندك أخبار كتير حلوة وتعجبك. اي منيح.